السلطة الفلسطينية أدانت قانون التسوية الذي صوتت عليه الكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة، سيما وأن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالاستيطان الإسرائيلي. وكانت حكومة الاحتلال صادقت على هذا القانون الذي يهدف لمصادرة أراضي فلسطينية لصالح الاستيطان، ويسمح بتسوية وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. هذا قانون خطير جدا، هذا قانون يشرع لصوصية الاحتلال ويشرع سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين. وهذا القانون يعني أن إسرائيل تريد أن تشرع 120 وحدة استيطانية جديدة، مستعمرة جديدة إلى جانب المستعمرات القائمة، والبدء بعملية ضم وتهويد الضفة الغربية. لا بد من ردود فعل قوية على ذلك، لا يمكن تأخير ولا يجب تأخير الإحالة إلى محكمة الجنايات الدولية بعد اليوم. هذا وطالبت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها، خصوصا وأن تمرير هذا القانون يأتي في مرحلة تشهد تمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية والتي تنهي فرص التوصل إلى تسوية سلمية. الحفاظ على تنفيذ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي ليست فقط مصلحة فلسطينية، وهي ليست فقط واجب فلسطيني أو عربي، ولكن واجب كافة القوى التي وقعت على اتفاقيات جنيف الأربعة، اللي وافقت على قبل أيام على إدانة الاستيطان واتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان. هذه الممارسات تضع جدية المجتمع الدولي في اختبار حقيقي، سيما وأن إسرائيل تتجاهل المرة تلو الأخرى القرارات والقوانين الدولية دون أن تواجه بشيء من الإجراءات الفعلية أو الرفض الجدي على أرض الواقع. هذه التشريعات والقوانين العنصرية الإسرائيلية تسعى إلى شرعنة البؤر الاستيطانية والمستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب تحركا دوليا لوضع حد لهذه الممارسات. حسن أبو الرب، الإخبارية، رام الله.